السلام عليكم. المستمع ألف 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 بعد عددا من الأسئلة حول الوضوء، يقول في أولها: ما كمية الماء التي كانت تكفي النبي صلى الله عليه وسلم للوضوء، وكم كان يغسل أعضاءه في الوضوء عليه الصلاة والسلام؟ صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد وهو ربع الصاع ويغتسل بالصاع، وفي بعض الروايات أنه توضأ صلى الله عليه وسلم بثلث المد. وأما عدد الغسلات فإنه كان يغسل ثلاثا ثلاثا، كان يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا، ويغسل وجهه ثلاثا، ويغسل يديه كل واحدة ثلاثا، ويمسح برأسه مرة واحدة، ويغسل رجليه ثلاثا ثلاثا. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.